أستاذ أحمد، في سياق دعوتك لإعادة قراءة أحكام الإرث، هذا موضوع من مواضيعك الجدلية، قلت تبين لنا أن كل عناصر الحكمة تقصد في أحكام الإرث إنما ترتبط في الواقع بوضعية القبيلة والعشيرة العربيتين قبل قرون طويلة. ممكن توضح لنا هذه الفكرة؟ بالطبع، لأن عندما قيل للذكر مثل حظ الأنثيين اعتقد الناس أن هذا شيء جديد جاء به الإسلام، بينما هو كان موجودا في الجزيرة العربية. الكثير من الأشياء التي جاء بها الإسلام لم يبدعها، بل كانت موجودة، وكانت موجودة لأنها ارتبطت بسياقات سوسيوثقافية لذلك العصر. يعني رب الأسرة في القبيلة العربية القديمة كان رب يعني العشيرة، يعني كان هو الأب الأكبر، ولهذا عندما يموت الإبن فإن الأب يموت الإبن قبل الأب رب الأسرة، فإنه هو الذي يتولى تدبير شأن الأسرة ككل. هذا النظام لم يعد موجودا اليوم. نحن اليوم نتواجد فيما نسميه العائلة النووية، والعائلة النووية فيها الأب والزوجة والأم والأبناء، والأب والأم يتحملان معا مسؤولية العائلة باقتسامهما للعمل وللمهام داخل الأسرة. أصبح هناك تعاقد بين الرجل والمرأة في إطار الأسرة بالمفهوم العصري. كيف ستطبق نظام الإرث الإسلامي على العائلة النووية، مع العلم أن المرأة تخرج للعمل والرجل يخرج للعمل؟ اليوم المرأة سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة تعمل، ولديها دخل. فكيف تأتي وتتعامل معها كما لو أنها في الحريم الذي كانت فيه منذ قرون؟ هل تعلم يا سيدي بأن امرأة يعني اشتغلت وتحملت عبء أسرتها في مدينة مغربية مثلا، هذا مجرد مثال من الآلاف، واشترت المنزل، اشترته لوالدها، واشترت الأتات وكل شيء مدة 20 سنة، وعندما توفي الأب الأبناء الذكور أخذوا كل شيء من الأشياء التي وفرتها هي بمجهودها وأصبحت في الشارع. هذا ليس عدلا. لا يمكن أن نقول بأن هذا عدل من منظور إسلامي. فإذا لكي يكون عدلا علينا أن نعيد النظر في النظام الإرث، كما أعدنا النظر مثلا في نظام القوامة في القرآن، الرجال قوامون على النساء. في مدونة الأسرة 2004 في المغرب قلنا المرأة أيضا قوامة لأنها تعمل وتتحمل مسؤولية الأسرة، فعدلنا نص المدونة على أساس إنهاء نظام القوامة وإقرار تعاقد بين الزوجين. فهل المغرب ليس فيه فقهاء وليس فيه علماء؟ بالعكس، ولكنهم نظروا إلى هذا الأمر بعين الرحمة تجاه المرأة، لأن الدين لابد أن يكون رحمة وليس قسوة أو انتقام. فبدلا أن تأخذ أي قاعدة أو نص تراثي كما لو كان بين قوسين نص مقدس لا يمكن أن نعدل فيه. والأمور سهلة، نعود إلى فكرة المصلحة. ليس تمام فكرة المصلحة وفقه الواقع. فقه الواقع. لماذا؟ لأن فقه الواقع يحيل النص على واقع الناس. قبل 4 قرون فقيه مغربي اسمه ابن عرضون قال: لاحظت في واقعي بأن النساء يعملن أكثر من الرجال، ولاحظت بأن الناس يريدون أبناء طيبين ومتعلمين والنساء جاهلات، على المرأة أن تخرج لطلب العلم بإذن زوجها أب بدون إذنه. فطار عليه الفقهاء وقالوا: هذا مخالف لإجماع الفقهاء، المرأة لا يمكن أن تخرج لطلب العلم. تبريره كان واضحا: إذا أردت أبناء صالحين على المرأة أن تكون متعلمة وليس جاهلة. إذا كانت المرأة تشتغل أكثر من الرجل كما شهد بنفسه في عصره في عهد الدولة السعدية، فعلينا أن نعيد النظر في الممتلكات. فأقر ابن عرضون بضرورة اقتسام الأموال المكتسبة عند الطلاق. الثروة التي تم تجميعها للمرأة فيها دور، لأنها عاشت 30 سنة مع هذا الرجل، إذن عليهم أن يقتسموا هذه الأموال لأن كان لها فيها نصيب. فاعترض الفقهاء على ذلك لأنهم قالوا أنه رأي شاذ، واليوم تم العمل به في مدونة الأسرة منذ 2004، اقتسام الأموال المكتسبة. لا ينظر إلى عمل المرأة على أنه عمل يساهم في الثروة، ينظر فقط إلى عمل الرجل أنه يبني الثروة،
ولكن شريكة هي شريكة وبدون عملها لا يمكن للرجل أن يعمل بطمأنينة. فهذا المنظور الجديد الفقهي هو الذي سيحدث العدل ويجعل الإسلام مواكبا للتحولات، لأننا العمل هنا دائما هو من داخل المنظومة. جميل.